أحبط جهاز الأمن الفيدرالي الروسي ما أسماها عملية إرهابية لمنظمة القطاع الأيمن الراديكالية الأوكرانية في منطقة شركيسيا شمال القوقاز الروسي. وذكر بيان للأمن الروسي أن أفراد تمكنوا من إحباط هذا العمل الإرهابي الذي كان يستهدف تفجير مكتب المدعي العام ومكتب التجنيد العسكري في المنطقة، مشيرا إلى أن المخططين للعمل الإرهابي خططوا للمغادرة بعد ذلك إلى أوكرانيا. أكدت وزارة الدفاع الروسية قصف 4 مواقع قيادة وكذلك مناطق تمركز الأفراد والمعدات العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية في 182 منطقة. وفي بيان قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كوناشينيكوف، قال إن صواريخ فائقة الدقة قصفت نقاط الانتشار المؤقت لكتيبتين بمدافع هاوتزر من لواء مدفعية تابع للجيش الأوكراني ومستودعات أسلحة الصواريخ والمدفعية جنوبي وسط أوكرانيا. أعلنت روسيا أنها طردت 14 دبلوماسيا بلغاريا ردا على إجراءات انتقامية اتخذتها صوفيا ضد موسكو بسبب العملية العسكرية الروسية على أوكرانيا. وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان إن هذا الإجراء هو رد على قرار غير مبرر إطلاقا من الجانب البلغاري بإعلان 70 موظفا في المؤسسات الروسية في الخارج شخصيات غير مرغوب فيها وفرض حصص على الموظفين الدبلوماسيين والإداريين والفنيين لروسيا في بلغاريا. قالت صحيفة فاينانشال تايمز إن أوكرانيا دعت إلى توسيع نطاق الاتفاق الذي يخفف حصار روسيا على صادراتها من الحبوب عبر البحر الأسود ليشمل منتجات أخرى مثل المعادن. وقال نائب وزير الاقتصاد الأوكراني تراس كاتشكا للصحيفة إن هذا الاتفاق يتعلق بالأمور اللوجستية وحركة السفن عبر البحر الأسود. في غضون ذلك بدأ فريق من مفتشين روس وأوكرانيين ومن الأمم المتحدة فحص سفينة شحن فارغة قبل أن تتجه لنقل حبوب من ميناء تشيرنومورسك الأوكرانية بموجب اتفاق لاستئناف صادرات الحبوب الأوكرانية، وسمح لثلاث سفن تحمل ما يصل إلى 58,041 طنا من الذرة بمغادرة الموانئ الأوكرانية. يشار إلى أن أول سفينة تحمل حبوبا أوكرانية يسمح لها بمغادرة الموانئ منذ بدء الحرب أبحرت مغادرة أوديسا يوم الاثنين ومتجهة إلى لبنان بموجب اتفاق على فتح ممر آمن بوساطة أممية.